أتمنى نشر هذا المقطع بشكل واسع لكل أحبابكم، لكل يعني آبائكم، زملائكم، إخوانكم، كل من يعز عليكم. أنا محامي ودائما ما أحذر الناس يعني من عمليات النصب والاحتيال. أنا أمس كنت بروح ضحية نصب واحتيال. القصة كالتالي: أمس دخلت الإيميل أشيك على الإيميلات الموجودة بحكم العمل وكذا، فجاني إيميل من سبل، طيب، لإتمام يعني إيصال الشحنة نرجو منك يعني إنهاء الخطوات ودفع حق التوصيل اللي هو 17 ريال. بالمصادفة أنا عندي فعلا شحنتين يعني جالس أنتظرهم، فدخلت الموقع، موقع سبل، موقع يعني رسمي ومحبوك حبك. الخطأ مني ما تأكدت من رابط الموقع، ما كان رابط سبل، فحطيت الإيميل حقي في الموقع وحطيت التالي على أساس أني أدفع اللي هي 17 ريال بسيطة يعني كانت. فجاني معلومات البطاقة، حطيت البطاقة المعلومات كاملة بما فيها الرمز التحقق اللي من الخلف، هذا غلط مني، مفروض أتأكد من الموقع، لكن شوفوا كيف الجريمة محبوكة حبك، يعني صار في تصادف وتزامن مع الشحنات اللي بتوصلني. فحطيت معلومات البطاقة، بعدين جاني طبعا اللي رمز التحقق اللي بيجيني على الجوال، فما فتحت الرسالة، أنا شفت من فوق الرسالة النصية اللي جاتني، حطيت الرقم. الحمد لله طبعا من لطف الله سبحانه وتعالى أنه البطاقة ما فيها شيء أساسا، ما فيها إلا يمكن 60-70 ريال فقط، ما كان فيها مبالغ عالية. فحطيت الرمز ما ضبط، سويت إعادة إرسال رمز التحقق، فجاتني رسالة نصية ثانية وفعلا حطيت الرقم برضو ما ضبط. دخلت الرسالة النصية، لما ما ضبطت الرسالة الثانية لقيت أن في سحوبات يعني مبالغ عالية 1000 و2000. فقلت يا الله، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أنا الحين أحذر الناس، سبحان الله، الآن كنت أنا بروح يعني ضحية نصب واحتيال. لذلك احذروا وحذروا من عمليات النصب. الآن عمليات النصب والاحتيال تتجدد وطرق الجريمة يعني تتمدد، فاحذروا، نبهوا إخوانكم، أحبابكم، أنه يتأكدون من الرابط، يتأكدون من رابط المواقع الرسمية، معلومات البطاقة ما يدخلونها إلا إذا كانوا يعني متأكدين تمام التأكد وتمام الثقة أنه فعلا هذا الموقع موقع رسمي حكومي. هذا ما وجب بيانه ولزم إيضاحه بشأن عمليات النصب والقصة اللي كنت بروح يعني ضحية يعني نصب واحتيال من خلالها.